التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بالمستثمر الإماراتي محمد العبار رئيس شركة إعمار خلال زيارتها إلى دبي. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس الأولويات لتحقيق معدلات النمو المنشودة. وأوضحت الوزيرة أن خريطة فرص الاستثمار تمتد لكل محافظاتها بما يشمل مطارات وموانئ ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، كلها متاحة أمام المستثمرين على أن تتوافق هذه الفرص مع أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أعرب العبار عن رغبته في زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة.